اوكي طيب، احنا كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات على الجامبس، و قلنا ان في حاجه اسمها السنجل فلاج جامبس، وقلنا ان السنجل فلاج جامبس هو عباره عن جامبس بتبص على فلاج واحد اذا كانت القيمه بتاعتها صفر او واحد، زي الجامب كاري، جامب نوت كاري، جامب ساين، وجامب نوت ساين، زي ما طبعا وبقيه الجامبس اللي موجوده. كنا قلنا ان كل فلاج من الفلاجز الموجوده في الفلاج ريجستر ليها جامب خاصه بيها، والسنجل فلاج جامب بيبص على الفلاج ده اذا كانت قيمته زيرو ولا لا. النهارده عايزين نوسع الموضوع شويه ونتكلم على مالتيبل فلاج جامبس او مالتي فلاج جامبس. المالتي فلاج جامبس او ليها اسم تاني بيسموها اريثمتيك جامبس، دي جامبس بتبص على ماني فلاجز، بتبص على كذا فلاج مش فلاج واحد. طبعا انتوا ممكن تقولوا لي طب ليه ابص على اكتر من فلاج؟ يعني ايه اللازمه او ايه الفايده ان انا ابص على اكتر من فلاج؟ الفايده ان انا ابص على اكتر من فلاج هي في الارثماتيك اوبريشنز او arithmetic comparisons. arithmetic arithmetic comparisons. ايه الارثماتيك comparisons دي؟ اللي هي المقارنات ما بين الارقام الموجوده عندي. لو حبيت اقارن بين الارقام الموجوده عندي اذا كانوا مثلا في رقم اصغر من رقم، اكبر من رقم، اكبر من او يساوي، اصغر من او يساوي، يساوي ولا لا يساوي، اللي هم الكونديشنز دول. لو حبيت انا ابص على الكونديشنز دول انا لازم ابص على اكتر من فلاج. وده يطرح سؤال تاني، طيب ليه لازم ابص على اكتر من فلاج ما ابص على الكونديشنز دول؟ عشان عمليه الكومباريزن، عمليه المقارنه هي actually عمليه طرح. يبقى comparison is actually subtraction، بس بدون ما يغير النتيجه، يعني بدون ما يحط النتيجه في حته. يعني هو ال subtraction عمليه المقارنه او الامر بتاع المقارنه اسمه compare، بديله destination و source وبيطرحهم من بعض. دكتور اتفضلي. معلش انا لسه جايه، انا معلش اتاخرت شويه. مش مشكله خالص نادين، انا مسجل وهبعت لك الحاجه، انا ما قلتش حاجه. ما تقلقيش ان شاء الله كله تمام. مش كده دكتور؟ مش زين. فكنت بقول لك comparison و compare هو اصلا عباره عن subtraction، انا بديله destination و source، two parameters بتاعه او destination و source، واللي هو actually بيعمله هو بيطرحهم من بعض، بيخلي destination تبقى minus source. بس خلي بالك ال compare عمر comparison اللي هو بيقارن ده ما بيخزنش النتيجة في ال destination، يعني ال destination دي هتفضل زي ما هي، مش هتبوظ، مش هتتغير. طب بدام ال destination مش هتتغير، يعني النتيجة بتاعت عملية الطرح مش هتتحط في مكان، ايه فايدة ال ايه؟ ال subtraction اللي هي بتشتغل في compare دي. الفايدة بتاعت ال subtraction شغالة في compare دي ان هو بيجي على ال flag registers، ال flag register انا اسف اللي هي ال flags اللي موجود عندي، ويحط تأثير عملية الطرح دي، المعلومات الإضافية بتاعت عملية الطرح دي جوه الفلاجز. وأنا بعد كده ممكن أستنتج من قيم الفلاجز اللي موجودة عندي علاقة الأرقام ببعضها، إذا كانت أصغر من بعض، بتساوي بعض، لا تساوي بعض، وهكذا. هسأل دلوقتي سؤال، أول سؤال ده هيبقى جزء من البارتيسيبيشن بتاعنا، أقول برضه للناس اللي جاية متأخر، هيبقى فيه 10 درجات على بارتيسيبيشن. Participation اللي هي التدخل والانتراكشن بتاعكم على الاي ليرنينج سيستم هيبقى عليها 10 ماركس، اوكي؟ ده طلب من دكتور اسماعيل شخصيا. ف هبتدي اسالكم وانتراكت معاكم عشان نشوف نقيم الكلام ده ازاي. ده في كل المواد؟ في كل المواد. ده قرار رئيس اكاديميه، مش قرار دكتور شريف ولا دكتور خالد رئيس عميد الكليه، دكتور اسماعيل عبد الغفار. طالب 10 درجات تبقى على participation اونلاين في كل الكورسات اللي موجوده. الهدف ان انتوا تبتدوا تinteract مع الاونلاين سيستم، وبصراحه عشان ما نتقلش عليكم في الامتحانات برضه. فده هيبقى موجود في كل الكورسات. فتعالوا interact مع بعض، عايزكم تدخلوا على مودل بقى عشان في ناس بتبتدي تاخد اتندنس على مودل. لوج ان عليه، عشان لما بنلوج ان عليه انتوا بتبقى في الوقت اللي انتوا دخلتوا على مودل. لما تدخل انا دكتور بدخل على مودل بشوف كل طالب دخل كام مره في اللوج، فادخله عشان دي تبقى جزء من التقييم عليه كل المواد. طب سؤال يا دكتور، هو في حاجه بتعمل مارك عليها ديت؟ نعمل المارك عليها عشان نقول ان احنا خدنا المحاضره دي او حضرنا المحاضره دي، ولا ايه لازمه الماركينج يعني؟ انا يعني ايه ماركينج؟ مش فاهمك. في ايكون كده بتدوس عليه بيعمل علامه صح، يعني جنب الماتيريال اللي بتبقى على المودل،
حضرتك خدت بالك منها ولا شفتها؟ اعملها انا، اشوف اعملها، اشوف كل الحاجات اللي انت عاملها واعمل عليها مارك. بس لا لا، دي بتهيألي عشان تعمل اكشن بالماتيريال. انا ما اظنش ان انت حضرت او حاجه زي كده. ما تقلقش، بص انا هوريك سكرين شوت كل واحد بيدخل على المودل، انا بشوف دخل امتى كدكتور ماده، وكل الدكاتره بتشوف كده. فهي دي جزء من البارتيسيبيشن، انتوا بتدخلوا تشوفوا الماتيريال وتبصوا عليها. جزء تاني من البارتيسيبيشن هيبقوا انتراكشن معايا. انا دلوقتي عندي لسته بقسم كل الناس اللي داخله، وكل واحد لما بيقول حاجه او بيتكلم في حاجه انا بقيمه. في انا فاكر الاسبوع اللي فات في بين كام ستودنت، مش فاكر اساميكم، في ناس جابت بلس 2 ودي متسجله عندي. فالفكره الانتراكشن ده مهم دلوقتي بالذات عشان تاخدوا الدرجات اللي هي من 10 دي بطريقه سهله بدل ما تبقى على امتحان. اوكي؟ طب دكتور، ما بعد اذنك ناخد كلنا ال 10 درجات دي، لان احنا ضايعين يعني الصراحه. صعبه ان احنا دكتور اسماعيل سبيسيفيكلي طالبها على الانتراكشن. وخلي بالكم انتوا مش ضايعين، انتوا اكشلي الدرجات بتاعتكم لغايه دلوقتي ممتازه. انت لو لا انا مش بتكلم ضايعين علميا، احنا ضايعين في يعني حظنا وحش قوي يا دكتور الصراحه يعني. وحظكم وحش، انا ده ما كلام، ما فيهاش اي ديسكشن بصراحه يعني، يا ربنا معاكم. بس على فكره هي ميزه وعيب. انا يعني انا في العاديه بتبقى اصعب من كده. دكتور اوكي، انا يعني انا في الترمات العاديه المايكروسيست بتبقى اصعب من كده. فاحنا هي ميزه وعيب يعني. العيب طبعا ان انتوا قاعدين في البيت، فاصعب شويه ان احنا نتعامل مع بعض. بس الميزه اسايمنتس وكويزز اسهل بكتير من الامتحانات اللي كنا بنعملها. تمام، بس يعني عايز حضرتك بس تلفت انتباهك لنقطه بس. قول لي، احنا ايام ما كنا في الجامعه يا دكتور يعني الموضوع كان اسهل من كده بصراحه يعني، بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير يعني. انا عارف ده ما فيهوش كلام. وفي مواد معينه دلوقتي تبقى سهله نعمل اللي احنا بنعمله، في مواد ثانيه بتبقى شبه مستحيله نعمل اللي احنا بنعمله. بالظبط فبس يعني وي نو، وكله متاخد في الاعتبار. ما تقلقش، بس هو استحاله يعني هيدي فول مارك لكل حد. يا جماعه تستنوني ثانيه بس، جات مكالمه من حد في الاكاديميه، معلش ثانيه واحده وهرجع لك. اتفضل اتفضل دكتور. جماعه هو حد بيسجل السكشن بتاعه المعيد؟ ايوه انا اخر سكشن ما فهمتوش بصراحه. حد بيسجله السكشن متسيفه على جوجل درايف. في عندك في سي سي هو الصوت قطع لو في حد كان بيتكلم. في تو جروبس محطوطين على التليجرام، واحد انت بتقدر تعمل ريبلاي عليه، وفي الثاني اللي ما فيهوش ريبلاي، اللي ما فيهوش الاثنين عليهم جوجل درايف. جماعه معلش انا في مكالمه دلوقتي، هميوت وهرجع لكم تاني. اوكي تمام. بص اوكي، كنت بقول لكم ايه، كنت بقول لك يا ريم محتاج الباسورد بتاع البرنامج الرئيسي بتاع مروه، عشان محمد موجود هناك عشان يدخل المرتبات. دكتور احنا سامعينك دكتور. ماشي، انتوا اسمعوني بس، انا 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 مش عايز اسمع بس. اوكي، انتوا اسمعوا براحتكم. اوكي ايوه يا جماعه معلش انا اسف، احنا بنمالتي تاسك مع بعض، سامعيني كده؟ تمام. اوكي قول تمام يا دكتور. اوكي بيرفكت. طيب تعالوا نشوف مع بعض الفلاجز اللي موجوده عندي. ادي الفلاجز اللي موجوده عندي.
واتفقنا مع بعض عملية الطرح اللي هي subtraction، بيطرح ال destination، يطرح منه source، ويحط المعلومات الإضافية اللي حصلت على العملية الحسابية جوه الفلاج register، يعني البيتس الموجودة هنا تبقى فيها قيم، والقيم دي أنا ممكن أستنتج منها علاقة ال destination بالsource، إذا كان ال destination أكبر من source، إذا كان ال destination بيساوي source، يعني النتيجة الموجودة في الفلاج register دي أنا ممكن من خلالها استنتج علاقة الـ A الأرقام الموجودة عندي في العملية الـ compare. هستأذنكم، مين ممكن يقول لي any flag أبص عليه بعد لما أعمل عملية الـ compare دي اللي هي actually عملية طرح عشان أعرف هما بيساووا بعض ولا لا؟ اللي هيقولها لي هيبقى فاهم الدنيا. الكاري حضرتك، الكاري لو عرف ده أكبر أو أصغر، والزيرو هعرف لو هم equal. بالظبط، الزيرو فلاج اعرف اذا كانوا هما ايكوال ولا لا. تعال نتكلم على الكاري فلاج دي بعدين كمان شويه، بس الزيرو فلاج انا لو الزيرو فلاج بيساوي واحد، يعني ما لو هما بيساوي بعض يا دكتور كده كده هيطلع عندك في الزيرو فلاج ب1، فده كده معناها ان هو هيبقى هما الاثنين بيساوي بعض، يعني 2 ماينس 2 بيساوي 0. Perfect. فكده الزيرو فلاج يبقى هما الاثنين بيساوي بعض. بيرفكت، وهي دي الفكره، ان انا بعد ما اعمل عمليه الطرح هبص على الفلاج، بص على الزيرو فلاج سبيسيفيك لو عايز اشوف بيساوي بعض ولا لا، الاقيه بيساوي 1 هعرف ان هم بيساوي بعض. اوكي طيب تعالى نتكلم على بقيه الفلاجز الموجوده. طب انت ممكن تيجي تقول لي طيب هو ده بيبص على فلاج واحد، هو بيبص على زيرو فلاج بس، بيبص على فلاج واحد، يبقى ليه انت محتاج مالتيبل فلاجز؟ انا بدات الفكره دي بقول لك ان في عندي فلاجز او جامبس سوري بتبص على كذا فلاج، وقلت ان اللازمه بتاعتها هي تعمل الكومباريسنز، تعمل عمليه المقارنه، وجيت دلوقتي وريت لك مثال بيبص على فلاج واحد بس. طيب هل في مثال تاني بيبص على اكتر من فلاج؟ الاجابه اه. تعال نبص مع بعض. لو انا عايز اعرف اذا كان الرقم ده اكبر من الرقم ده ازاي هعرفها؟ ازاي اعرف ان في رقم اطرح يعني ما نبص حضرتك على الزيرو فلاج وهنبص على الكاري فلاج. هطرح وابص على الساين فلاج. الزيرو فلاج والساين فلاج مين؟ عبد الله. انا احمد سويسي. احمد سويسي، برافو عليك احمد سويسي. الباشمهندس احمد سويسي قال لي هتبص على الساين فلاج وكمان الزيرو فلاج. طب تعال نشوف ليه احمد سويسي قال لي ابص على الاثنين دول. اول حاجه هنبص على الساين فلاج ليه؟ عشان لو كان الساين فلاج بيساوي زيرو يبقى نتيجه عمليه الطرح دي بوزيتيف. ما دام نتيجه عمليه الطرح ده بوزيتيف كان الديستنيشن اكبر من السورس. برافو عليك، اكبر من السورس عشان يتبقى رقم موجب. فاذا انا هبص على الساين فلاج، ابص على النتيجه بتاعتي او النتيجه بتاعتي، ادي النتيجه بتاعتي، انا يهمني الساين فلاج اللي هو اخر بت من البتات اللي موجوده عندي. بس للاسف رقم صفر لو كانت النتيجه صفر برضو الساين فلاج بتاعها بيساوي كام؟ ها؟ بيساوي صفر. صفر برضو. فانا عايز افرق بين النتيجه صفر، يعني نتيجه الطرح ده زيرو، وفي الحاله دي الارقام ايه اخبارها؟ لو نتيجه الطرح زيرو يبقى لازم ابص على الزيرو. يبقى الارقام ايكوال لو كنت طرح زيرو. انا عايز الرقم ايكوال. بالظبط، انا عايز افرق بين الكيس دي وبين الكيس الديستنيشن اكبر من السورس. طيب يبقى عشان اعرف الديستنيشن اكبر من السورس اول حاجه هبص عليها الساين فلاج بتساوي زيرو، اند في نفس الوقت النتيجه مش صفر، يعني زيرو فلاج بيساوي كام؟ مش زيرو. اذا شفت بقى انا محتاج ابص على two flags مش one flag عشان اعرف اذا كانت النتيجه بتاعتي اكبر من ولا لا. عشان كده الجامبس اللي موجوده دي بنسميها multi flag jumps، بتبص على اكتر من flag عشان توصل للقرار بتاعتها. في جزء منهم بيبص على flag واحد زي ما احنا شفنا الايكوال، الايكوال هيبص على zero flag فقط. اوكي لكن الفلاجز الثانيه او الجامبس الثانيه زي الاكبر من، الاكبر من عشان اعرف اكبر من انا لازم ابص على two flags، الساين فلاج والزيرو فلاج عشان اعرف اوصل للكونكلوجن ان في رقم الديستنيشن اكبر من السورس. عشان كده الفلاجز دي بتبص على multiple flags. معايا يا شباب؟ اوكي فيري بيرفكت. طيب تعالوا نشوف، طبعا مش هندخل في التفاصيل قوي، كل جامب من الجامبس بتبص على اني فلاج، مش ده قضيتنا. بس انا عايز اقول لك ان كل حاجه من العمليات الحسابيه اللي قلنا عليها اكبر من اصغر من اصغر من او تساوي ليها جامب خاصه بيها، بتبص على سبسيت من الفلاجز.
يعني ايه سبست؟ يعني شويه، بتبص على شويه من الفلاجز اللي موجوده عندي. وعشان زي ما احنا اتفقنا قبل كده، فاكر لما كنا بنتكلم مع بعض على الساين نمبرز والانساين نمبرز، وقلنا ان طريقه تمثيلهم مختلفه عشان الساين نمبرز كانوا بيدخلوا توس كومبلمنت. فانا لما بقارن الارقام ببص على فلاجز مختلفه. فور اكزامبل، في حد من باشمهندسين قال لي الكاري فلاج هبص عليها واحد من الاوبريشنز. يس، بس الكاري فلاج ده في اني ارقام؟ الانسايند. طيب يبقى ايه اللي نظره في السايند؟ الاوفرفلو فلاج. معناها ان نوعيه الفلاجز نفسها اللي هبص عليها تختلف على حسب اذا كان الرقم بتاعي ساين ولا انسايند. عشان كده في جامبس بتبص اذا كان الرقم اكبر من الثاني، واحده للسايند واحده للانسايند. تعال نبص مع بعض ايه اللي انا بقوله ده. لكل عمليه حسابيه، لكل اوبريشن موجود عندي، او equal to not equal to، اكبر من اصغر من، اصغر من او اكبر من او تساوي، اصغر من او تساوي، في جامبس خاصه بيها في السايند، وفي جامبس خاصه بيها بالانسايند. For example, the equal to, actually equal to the شبه بعض في الاثنين، اسمها JE, jump equal. واحنا كلنا عارفين jump equal هيبص على any flag. مين يقول لي؟ jump equal هيخش الزيرو حضرتك. هيبص على الزيرو flag. ممتاز. The signed والunsigned عشان هي نفس الحاجة، إذا كانت النتيجة صفر ولا لا. طيب، إن لا تساوي jump not equal. jump not equal. وبرضو أنتوا عارفين ده هتبقى equivalently jump not zero. وده equivalently jump zero. يعني ما هو الاثنين، ده بيبص على zero flag وده بيبص على zero flag، بتساوي صفر. طيب، اكبر من في الساين بنسميها jump greater، JZ، JZ. في الانساين بنسميها jump above. طب الاصغر من في الساين بنسميها jump less، JL. في الانساين بنسميها jump below، JB. طيب، jump above or أكبر من أو تساوي، تبقى jump greater than or equal في ال assigned، jump above or equal في ال unsigned. آخر واحدة فيهم اللي هي دي هتبقى jump less than or equal في ال signed، و jump below or equal في ال unsigned. آدي يا شباب ال jumps الموجودة. كل واحدة منهم بتبص على جزء من ال combination من flags. ما يهمنيش any flags بتبص عليها، بس تبقى عارف هي بتبص على اكتر من فلاج في الغالبيه. الحاجه الوحيده اللي بتبص على فلاج واحده عندي هنا هم دول بيبصوا على زيرو فلاج بس، لكن بقيه الاوامر كلهم اللي موجوده عندي بيبصوا على مالتيبل فلاجز، مش فلاج واحده، بيبصوا على كذا فلاج عشان يقدروا يعرفوا اذا كانت نتيجه المقارنه بتاعتي اكبر من او تساوي. مفهومه دي يا شباب؟ هو ده دكتور زي ما كنا بنعمل في اسمه ايه ده، لما كنا نكتبها في الكودينج كنا بنكتبها بطريقه الوايل لوب، كان بيشوفها بالوايل لوب، شبه الوايل لوب. انا هوريك دلوقتي الوايل لوب. انت حد منكم تاني؟ انت محمد كنت طلعت اوكي بيرفكت. محمد انا كنت النهارده بيست على ده، يعني تبقى مبنيه على ده. هي مبنيه عشان الوايل لوب. لو انت فاكر كنا بنكتب مثلا حاجه زي كده، بنكتب وايل مثلا وايل ان الاكس مثلا اقل من 2 فبيفضل يعمل يكونتينيو اللوب اللي تحتيها. فاهو شايف الحته دي؟ اعملها بالجامبس دول اللي تمام، اكبر من او اكبر من 2. معلش ثانيه واحده، استنوني ثاني، انا اسف السكرتيره بتكلمني ثاني بموضوع الفلوس ده. ولا يهمك يا دكتور، ولا يهمك، انا معاك. ثانيه واحده هجيب. تمام يا دكتور. إذا أنت خدت الواي دي المرة اللي فاتت، شباب دكتور بيتكلم بس في التليفون ويخلص ونرد عليك.
سامعني؟ الو سامعني شباب؟ يا دكتور انا اسف أسمعين. انا اسف كل شويه باخركم كده، بس بنحاول نعمل المرتبات بتاعه المنتدبين والباسورد بتاع السكرتاريه بتاعتي، انتوا عارفين مروه يعني عندها بيبي وكده فمش موجوده واحنا مش عارفين نعمل حاجه، بس الحمد لله كده اتظبطت. اوكي هي بقى دكتور ثانك يو. كنا محمد كان بيكلمني على الوايل وكان بيقول لي ازاي نعمل الوايل. ادي الوايل شايفين يعمل عمليه الكومباريسون هنا اهو بيقارن اك. ثانيه واحده معلش انا اسف مكالمه اخيره وهاجي لكم حالا. اتفضل. تسلم ايدك تسلم ايدك ربنا يخليك تسلم ايدك. ثانك يو ثانك يو ميرسي حبيبي. مع السلامه. Perfect يا جماعة. Okay. ادي الوايل لوب اللي موجود عندنا. الوايل لوب اللي موجود عندنا اهو. هنعمله بالاسامبلي. تعالوا نشوف ازاي ممكن نعمله بالاسامبلي. يبقى ده اول حاجة عايزين نعملها. عايزين نعمل الوايل لوب اللي هو بالمنظر ده. عايز اعمل وايل مثلا. دكتور هو انتوا خدتوا الوايل لوب المرة اللي فاتت؟ ما خدناهاش. انتوا خدتوها؟ لا ما خدناهاش. لا. لا ما خدناهاش. Okay. طيب. معنا اول مرة النهاردة؟ لا بس انا المره فاتت ما جيتش. اوكي ماينس 5 قلت شهر بس دي مشكله. اتس اوكي هتلاقي الفيديو كله متسجل. اوكي جست لوك ات الفيديو هتلاقيها موجوده متسجله ولو في اي حاجه قول. اوكي تعالوا نشوف الوايل لوب بيتعمل ازاي. زي ما اتفقنا مع بعض الوايل لوب هيبقى اول هيبقى فيه عمليه مقارنه عشان نشوف اذا كانت الاكس اكبر من الاثنين ولا لا. طب بعمل عمليه المقارنه ازاي؟ اهو اقول له كومبير اكس كوما 2 كده هيقارن الاثنين مع بعض. وزي ما اتفقنا مع بعض طبعا تعالى نكتب هنا شويه اوامر اهو. تعالى نكتب هنا مثلا عشان نحط حاجه في الوايل بس حط في الاي اكس 2 ومثلا نضيف على السي اكس 3 اي حاجه عشان بس في شويه انستراكشنز نحطها. فدي الاوامر اللي هتتكرر لغايه لما الاكس تبقى اكبر من الاثنين. طب ازاي هكتب الكلام ده باسامبلي؟ في تريكه عايز اوريها لكم في الاسامبلي دايما بنعمل ايه. هي التريكه دي لما تيجي تعمل وايل لوب او اف ستيتمنت او حتى الفور لوب يوجوالي الكونديشن اللي احنا بنبص عليه هو عكس الكونديشن اللي انا عايزه. طب ايه هو الكونديشن اللي انا عايزه؟ ان الاكس تبقى ايه؟ ها اكبر من الاثنين. يبقى هقف امتى؟ لما تبقى اصغر من الاثنين. لما تبقى اصغر من او تساوي الاثنين او ايكوال. بالظبط. فانا بكتب هنا الكونديشن اللي هو العكس الاصغر من او يساوي عشان يخرجني بره. بكتبه ازاي؟ اهو جامب اصغر تبقى below or equal واوديه المكان هيقف فيه اللوب. المكان ده ممكن اسميه اي اسم. فور اكزامبل تعالى نسميه ستوب. يبقى كلمه ستوب ده هيبقى اسم المكان اللي بره اللوب. اوكي تمام حلو قوي. وايه اللي كتب هنا؟ اللي كتب هنا هو الحاجه اللي جوه اللوب اللي هي الانستراكشنز. اكزاكتلي هو كتب هنا الانستراكشنز. موف الاي اكس 2 اد على سي اكس 3. اوكي وبعد ستوب بقى بيرفكت. ستوب هيبقى بره بس استاذنكم هنسيب سطر. طيب ستوب بره هنا عشان لو الكونديشن اللي هو الستوبينج كونديشن هو الشرط الوقوف اتحقق هجامب بره هنا الستوب وانهي اللوب. طيب لو ما اتحققش هنفذ الاثنين دول زي ما انتم شايفين. وبعد لما اخلص الاثنين دول انا عايز حاجه ترجعني فين تاني؟ ما هو دي الريتيرن. ما هو دي هنعمل بالظبط نعمل كانها ريتيرن ادرس مثلا او حاجه زي كده او ريتيرنينج لوب. بيرفكت حاجه زي ريتيرن ادرس او ريتيرن لوب. لو انتم فاكرين الاسبوع اللي فات انا قلتها لكم ولما قلتهاش اقولها لكم دلوقتي. في عندي جامب بيريتيرن الادرس على طول بدون ما يبص على اي كونديشن. ده اسمه unconditional jump وبيتكتب زي ام او اللي هو جامب. ونكتب مثلا قصاده اي بي سي اي حاجه ونكتب اي بي سي جنب كومبير. نكتب اي بي سي جنب اللي هي الكومبير. ممتاز. ادي الوايل لوب بتاعتي. هتدخل تعمل المقارنه بتاعتك الاول. لو الستوبينج كونديشن الشرط الوقوف اتحقق من هنا هخرج بره واطلع بره اللوب عشان انهي اللوب بتاعي. طيب لو الشرط بتاع الستوبينج ما اتحققش هنفذ التو اوبريشنز دول واجي للجامب الموجود عندي دي. لما يجي للجامب الموجود عندي دي هترجعني تاني للكمبير اخد لفه ثانيه اقارن واشوف هعمل. وده شكل الوايل لوب الموجود عندنا. الشرط بتاع الستوب يعني الستوب كونديشن هو بلو اور ايكوال. يس ليه مش بلو بس؟ عشان عكس اكبر من اصغر من او تساوي. ليه؟ ان هي لو بتساوي هل هي اكبر؟
لا لا يبقى عكس الشرط. ما هو الشرط اللي انا اكمل ان تكون اكبر، فلو ما كانتش اكبر طب ايه يعني ايه ما تكونش اكبر؟ يا اما تساوي يا اما اصغر، صح؟ تمام. الستوبنج كونديشن شرط اللي هيخليني اوقف اذا كنت انا اصغر او تساوي، عشان في الحاله دي انا مش اكبر فمش هوقف، هوقف. اوكي طيب تعال نشوف مع بعض ده الوايل. تعال نشوف مع بعض لو انا عايز اعمل اف ستيتمنت هتبقى شكلها ايه. بص مع بعض على الاف ستيتمنت. بص الثيرد مثلا عندي حاجه بالشكل ده، اف ax مثلا اكبر من bx مثلا، اعمل شويه اوامر. تعال نحط شويه اوامر، موف في الـ ax 10 وبعدين مثلا موف في الـ bx 3. اوكي وهقفلها كده. ده اول نوع من الاف، خلي بالك الاف ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو الكونديشن ده اتحقق نفذ دول. طيب لو ما اتحققش هيعمل ايه؟ نعمل مثلا else if او else على حسب احنا عايزين، لو عايزين نعمل condition تاني ولا لا. طب لو مش عايز اعمل condition تاني وال if ده ال condition بتاعته ما تنفش هيعمل ايه؟ program مثلا هينفذ الاوامر دي، صح؟ اللي هي تحتها. تمام ماشي. لو اتحقق هينفذ دي، لو اتحقق هينفذ دي. طيب لو ما اتحققش هينفذ ايه؟ دي. حد عنده اعتراض؟ لا تمام. طيب عايز اسال سؤال تاني، طب لو اتحقق هينفذ دي وبعد لما ينفذ دي ايه اللي هيحصل؟ هينفذ اللي تحت، هينزل اللي تحت، هينزل هينفذ دول. دي بتحصل في كل الحالات always، بالظبط في كل الحالات هتتنفذ، لكن اللي موجود عندي في النص ده هيتنفذ بس لو الكونديشن ده ايه؟ لو الكونديشن بتاع الاف كونديشن ده اتحقق. برافو. لو الكونديشن ده ترو هينفذ الحته اللي تحت دي، لكن اللي تحت ده هيتنفذ في كل الحالات. طيب تعالوا نشوف ازاي ممكن. اتفضلي سلمى. اكمبير ما بين الاي اكس والبي اكس. بيرفكت اهو، كومبير اي اكس وبي اكس. وقلنا الترانسيب سطر اتفقنا التريك بتاعتنا دايما بالجمع على ايه. معلش انا اسف بس الصوت قطع عليا كده. طيب ايه اللي وقع منك يا احمد؟ من اول ما حضرتك قلت ترو الصوت فصل. من اول لما قلت الاف من اول قلت ترو. اول ترو. لو الكونديشن بتاع، لو الكونديشن بتاع الاف ستيتمنت ده ترو انت هتدخل جوه تنفذ ايه؟ تنفذ الكود اللي موجود عندي هنا. طيب بعد لما تنفذ الكود اللي موجود عندي هنا تعمل ايه؟ هتكمل تحت على الجزء ده. اللي انا عايز اوصله لك هنا ان الجزء اللي تحت ده هيتنفذ دايما في كل الحالات، في كل الحالات الجزء التحتين هيتنفذ، لكن الجزء هو عشان هو بعد البراكت يعني بعد الاف اصلا. بالظبط. لكن الجزء اللي جوه البراكت ده هيتنفذ فقط لو كونديشن لما يبقى الاي اكس اكبر من بي اكس. قشطه بيرفكت. وهو ده اللي كنا بنقوله. طيب تعالوا نشوف ازاي ممكن نحوله الاسامبلي. كانت سلمى اوريدي بدات تقول لنا الفكره. اقول كومبير اي اكس وبي اكس او بقارنهم ببعض. وبعد ما اقارنهم انا قلت لك التريك بتاعتي، التريك بتاعتي دايما جامب على عكس الحاجه اللي انت عايزها. فجامب بيلو اور ايكوال. بيرفكت. جامب بيلو اور ايكوال ونسميها مثلا، ونسميها مثلا ستوب او اي حاجه. ماشي ستوب. ودول هيبقوا فين؟ اللي هي موف الاي اكس تحتيهم. بالظبط. قولوا لي لو في اي حاجه مش فاهمين. لا تمام تمام يا دكتور. اوكي وادي الستوب هنا، هقول له موف في البي اكس 3 وموف، انا اسف هو sometimes الجهاز بيعطل شويه، اموف في السي اكس 3. اوكي طيب تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل في الدنيا عندي هنا. لو جيت هنا للكونديشن بتاعي وما اتحققش، يعني هي بلو اور ايكوال، هيجامب على طول يروح لمين؟ للستوب. طب ينفذ الحته دي. طيب احنا بقينا لاين. طبعا قولي تاني. بقينا لاين اللي هو الانكونديشنال جامب عشان يلوب. لا لا احنا مش محتاجين. محتاجين احنا مش محتاجين يا سلمى. بالظبط مش محتاجين لوب عشان الاف ستيتمنت تتنفذ مره واحده. اللي بيكرر نفسه هو الوايل لوب والاف. هو الوايل لوب والفور. تمام ايوه صح صح اوكي اوكي. لكن ده مش هيكرر نفسه. لا ده مش هيعيد نفسه باي شكل. لا لو تمام. لو الشرط ده ما اتحققش هيجامب تحت هنا
ويدخل الستوب. طيب لو الشرط ده سوري لو ده ده اتحقق، طب لو ده ما اتحققش ينفذ ده، وبعد لما ينفذ ده يعمل ايه؟ هينزل على الموف بتاع البي اكس اللي هي بتساوي 3 والسي اكس بتساوي 3. يبقى في كل الحالات ده هيتنفذ، في كل الحالات ده هيتنفذ، لكن بالظبط لكن عندك الحاله دي مش هتتنفذ كونديشن بالظبط الا بكونديشن. شفناها؟ حلو. تعالوا نروح للحاجه الثانيه اللي وراها دي. اف دون الس، انا هعملك دلوقتي اف بالس. ادي الاف بالالس. اف اي اكس اكبر من بي اكس هنعمل ده موف. هو لو كده اف والس يا دكتور هيبقى فيه اتنين كومبير، ممكن تعملها بكومبير واحده بس هتضيف جامب اللي هي انكونديشنال، لازم تتحط الايه. انا قصدي لو احنا بنستخدم الس اف حتى عملت الس اف هتبقى تو كومبيرز. يس انت صح كده مليون في الميه. لكن لو فيها الس بس انت ممكن تعملها، يبقى ممكن نعملها بجامب بكومبير واحده. كومبير واحده بس بجامبين بالظبط وفيها جامبين. طيب تعال نشوف اهو، بس اكتب الكود هنا. ادي الشكل الموجود عندي اهو، ده الشكل اللي انا عايز احوله لاسامبلي. عندي حاجتين دي هتتنفذ لو كانت الكونديشن ده، الكونديشن اللي عندي هنا ايه ترو، ودي هتتنفذ لو الكونديشن بتاعي ايه ده، تنفذ لو الكونديشن بتاعي ايه not true false. والحته اللي تحت دي هتتنفذ على طول all the time. All time. فاذا ده اللي احنا عايزين نعمله، عايزين نكتب كود ينفذ ده لو كان الكونديشن ده ترو، ينفذ الحته دي لو كانت الكونديشن فولس، وده يتنفذ في كل الحالات. زي ما احنا اتعودنا عمليه المقارنه الاف دي او الوايل او وات ايفر تتحول لجزء كومبير اي اكس بي اكس، وبعدين هجمب. يوجوالي بعمل العكس، الشرط بتاعي خلينا نمشي كده سيستماتيك، بالرغم ان في الالس اف انت ممكن تجمب لنفس الشرط مش عكسه في الالس اف بس اوكي. تعالى 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 نجمب لعكس الشرط، احنا اتعودنا على حاجه خلينا نلتزم بيها عشان جمب بلو اور ايكوال. بيرفكت، جمب بلو اور ايكوال نسميها مثلا الس، يعني لو كان بلو اور ايكوال هيروح للالس اللي هي الحته دي. طيب لو ما راحش الحته دي يبقى هو في الاف، هو هنا يبقى هو هيعمل الموف البي اكس. ايوه بي اكس بي اكس وموف سي اكس واتنين سي اكس واتنين بالظبط. ممتاز. طيب وعايز اقول له الالس فيها ايه برضو اهو، هستاذنكم هنسيب سطر هنا نكتب الس واحط الالس اهو في البي اكس واتنين بي اكس واتنين موف سي اكس 5. بيرفكت. وتقريبا يا دكتور هو الحته بتاعت لو الاف كونديشن ما اتحققتش هنخليها اللي هي السطر ده، هنخليه ان هو ينط على طول لموف الاي اكس الاثنين وموف البي اكس اي اكس. قشطه. ان هو هنا الاف كونديشن لو اتحققت هيعمل ده، هيعمل الحته دي. هو المفروض بعدها يروح للحته بتاعت الاول تايم اللي هم التو كونديشنز بتوع الانستركشنز بتوع الاول تايم. بيرفكت يا سلمى. لو انا وقفت على كده او ما كتبتش حاجه ثانيه، بعد لما يخلص ده هيقوم مخلص دي ونازل على الالس، فهيعمل بالزبط. هيعمل دي ودي كمان. لا انا عايز اقول هنا لما تيجي هنا لو سمحت سكيب دي، نط الحته دي، تعالى تحت هنا عند الاول تايم، تعالى نسمي الاول تايم ده مثلا نسميه ستوب او اي حاجه. اوكي جامب جامب ستوب قشطه. اكتب هنا جامب جي ام بي دي ستوب. هروح عند ستوب الحاجه اللي بتحصل اول ذا تايم اهو موف بي اكس اي اكس. وزي ما اتفقنا مع بعض، انا اسف يا جماعه، انا اسف، اخر مكالمه، اي بروميس يو اخر مكالمه. اوكي يا دكتور اتفضل. الله يهمك يا دكتور مفيش مشكله. الله يخليك. اي محمد دن مش مشكله، ابعتها واتساب تلاقيه في محاضره، انا في محاضره برضه بس انا بكلمك عشان الموضوع ده كريتيكال بالنسبه لي. ابعته له عشان المراجعه، يعني عشان لو في اي غلطات ولا حاجه، ممكن تكون في غلطات ولا استحاله. طيب ابعتها روح وان شاء الله، لو ان شاء الله مش هيبقى في حاجه. وهما بعتوا لي الباس الصلاحيه عندي على الجهاز على
اكونت بتاعي، فان شاء الله هنظبطها لو في حاجه. روح دلوقتي وابعث لي نسخه من البي دي اف بس. لا يبقى لازم هنستنى مدني. طيب ممكن استاذنك في البريك؟ في البريك معلش يا محمد، انا عارف انا تعبك. الساعه 12 كده كلمه وشوف ايه الاخبار. اوكي ميرسي يا محمد، تسلم ايدك يا حبيبي، ربنا يخليك. مع السلامه. انا اسف يا شباب. اوكي والله ما اوكي. فاذا ده اهو عملنا الكومبير ستيتمنت بتاعتنا، قارن بي اي اكس بي بي اكس. لو الشرط ما اتحققش بتاع الاف ستيتمنت هيقوم رايح للالس ينفذ الالس، وبعد لما يخلص الالس كده كده هيدخل للحتة اللي بتعمل اول تايم اللي هي الحتة دي. طيب لو الشرط ده اللي هو بتاع الالس ما اتحققش، الاف اتحقق هيقوم نازل على الاف اهو منفذ بالظبط، وبعد لما ينفذ الاف هيخبط فين؟ في الجمب. هيخبط في الجمب اللي هي الستوب، وهيروح من هيروح على الستوب على طول. بالظبط. يبقى كده ده بيتنفذ all the time، ده بس لو كانت الكونديشن بتاعت الاف ستيتمنت ترو، وده بس لو كانت الكونديشن بتاعت الاف ستيتمنت فولس. يبقى احنا كده وي هاف سكسيدد ان احنا نعمل الاف ستيتمنت بتاعتي باستخدام الاسامبلي. في حد عنده اي سؤال فيها؟ تمام. تعالوا بقى خلاص اخذنا الاف ستيتمنت، اخذنا الوايل، واحنا اوريدي عاملين الفور. دكتور معلش عندي سؤال بسيط بس. قولي احمد. هو يعني هينفذ الكونديشن بتاع الاف، لو لقى ترو فهيعمل الموف اي اكس بي اكس والسي اكس 2 صح؟ تمام. بعد كده هينزل بقى للجمب ستوب. ايوه هنا. طب لو الكونديشنز فولس هينزل على طول على الالس صح؟ ينفذ دي والموف بي اكس 2 وموف سي اكس 5 وبعدين يعمل ايه؟ ينزل للستوب. صح، عشان كده الستوب دي بتتنفذ اول ذا تايم في كل الحالات. طيب تمام. بيرفكت. طيب تعالوا نكمل مع بعض. احنا دلوقتي اوريدي كده اخذنا زي ما اتفقنا مع بعض الاف ستيتمنت، الفور لوب، الوايل لوب. الفور لوب انتوا عارفينها صح؟ بنكتبها بلوب. حد. اوكي. فدلوقتي احنا جاهزين نكتب بقى بروجرام حل. تعالوا نكتب بروجرام حل. لو جيت وقلت لك رايت اسامبلي بروجرام. That. Adds up the numbers in an array that are above 5 and stores the result in sum. Is she? Ignore carry. نفتر ده ما فيش carry في الموضوع. وأوريك كمان شوية الكاري لو ندخل في موضوع بشكل. طيب يبقى أنا عايز أعمل دلوقتي أكتب برنامج أسامبلي يجمع كل الأرقام الموجودة في أري اللي قيمتها أباف 5. يبقى يدخل على كل خانة من الخانات يشوف إذا كانت القيمة دي فوق 5 ولا لا. لو كانت فوق 5 هيضيفهم، بيخزن النتيجة في variable اسمه. مفهوم السؤال؟ ماشي. أوكي. تمام. تعالوا بقى نعرف الـ data segment بتاعتنا. الـ data segment الأول هيبقى فيها الـ array. هذه الاري اهو مثلا، وادي الفيربل اسمه سم. طيب ليه عرفت الفيربل اسمه سم كويشن مارك؟ مش عارف كومنت عشان خليت زيرو، مش عارفين هو جواه ايه، فاحنا بنعرفه بكويشن مارك بحيث ان هو يبقى كده معروف ان هو ممكن يبقى في حاجه وممكن ما يبقاش. الكويشن مارك يعني الزيرو حضرتك صح؟ لا كويشن مارك يعني اليوزر هاي انتر بالضبط. لو عايز تحط زيرو هتمسح دي كده وهتحطها زيرو. اوكي. فانا كنت حطيتها كويشن مارك بيكوز انا مش عارف القيمه بتاعتها كام، وانا عايز يخزنها في الاخر بناء على الحسبه بتاعته. انت عمر صح اللي قال زيرو؟ عمر 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 I actually like your comment.
انت كنت بتقول لي I like your comment مش عشان الكويشن مارك بتساوي زيرو، الكويشن مارك مش بتساوي زيرو، بس انا بتالي الكومنت اللي عمر كان بيقوله قال لك ده حتى بتجمع فيها ابدأها بصفر وجمع عليها. زمان كنا بنصفرها في السي شارب. لا بس الاسامبلي مش هيصفر اوكي، لازم اصفرها بايديا. بس الاجابه بتاعتي انا مش هجمع على السم، انا هستاذنكم ان هجمع في ريجستر وفي الاخر خالص احط الريجستر في السم. ممكن تسال اعمل كده؟ انا هعمل كده عشان هستاذنك اكس اللي هي الاري بتاعتي اللي فيها القيم. انا اسف. رحمك الله. رحمكم الله يا دكتور. اكس اللي هي الاري بتاعتي اللي موجوده عندي موجوده في الميموري، دي في الرام الداتا، ودي في الداتا، فمش هينفع اجمع من دي على دي على طول، عشان انتوا لو انتوا فاكرين الميموري تو ميموري اوبريشنز مش مسموحه بيها. فانا هستاذنك انا هجمع على الريجستر الاول، وفي النهايه خالص الريجستر مثلا نفترض ان هو اي اكس ده اللي هجمع فيه، وفي النهايه خالص لما اخلص التجميع على الاي اكس اللي موجود عندي دي، لما اجمع في الحته اللي موجود عندي دي في النهايه خالص هم واخد الاي اكس حاططها في السم. يبقى في الحاله دي اي اكس اللي لازم يبدا بكام؟ بصفر. معايا ولا حد عنده اعتراض؟ تمام. بيرفكت. تعالى نبتدي نكتب الكود. فهو دوت كود، حاولوا اصغر خطي عشان البورد ما يتملاش. الحته الثابته اللي موجوده في بدايه الكود بتاعنا، دي الحته الثابته اللي موجوده في بدايه الكود بتاعنا، موف في الـ AX at data، وقلت لكم ده اللي بيجيب الـ address بتاع الـ data segment ده ويحطه في الـ AX. كده اقول له move pointer ودي الـ offset بتاعت الـ DS، دي شبهها بس مش offset بالظبط لو انت فاكر يا احمد. انا قلت لك حتى دي محفوظه لو انت فاكر. قلت الحته دي يا دكتور بتبقى ثابته في كل الكودز. يس. عشان لو انا فاكر ممكن اقولها لك بسرعه بس مش عايز اضيع وقتكم. الدي اس لما انت بتبدا البرنامج مش بيشاور على الداتا سيجمنت، بيشاور على حاجه اسمها بروجرام سيجمنت بريفكس اللي متخزنه فيها حاجه اسمها كوماند لاين بارامترز، ملهاش لازمه. اوكي، انا مش في الكورس ده مش هحط عليكم عبء زياده في الظروف بتاعتنا دي، بس دي حتى ساعتها بنحطها في اول البروجرام. وبعدين انت نعمل الاوفست زي ما انت قلت بالظبط يا احمد. بالظبط. بقول واختار الاكس عايز اشاور عليها بايه. تعالى مثلا الموف الاوفست اللي هي الاس اي اوفست. بيرفكت يا شباب، بيرفكت، انتوا زي الفل. موف في اس اي اوفست اكس، كده انا بشاور على دي باس اي. ابتدي بقى اعمل انا هلف طبعا، هعمل لوب. طب هلوب كام مره يا شباب؟ 1 2 3 4 5 مرات. يبقى السي اكس ب5. انتوا زي الفل كده، حلو قوي، حطيت في السي اكس 5. وبعدين ابتدي بقى اعمل العمليه الحسابيه. ابتدي نعمل الكومبير يا دكتور. قشطه. شوف بقى الحته دي هستنى اكسب لي هنا مسافه. كومبير كونتنتس اوف اس اي مع 5. فاكر يا شباب لما انا قلت لك اي امر من الاوامر المكتوبه في الاسامبلي الحاجه اللي بتحدد حجم القيمه اللي انت بتتعامل معاها هي الريجستر المكتوبه، صح؟ في ريجستر هنا قطع يا دكتور. قول تاني. صوت قطع. صوت قطع. طب كده سامعيني؟ تمام. اوكي، بقول لكم فاكرين لما كنا بنتكلم مع بعض وقلنا ان الحاجه اللي بتحدد حجم الاوبريشن اللي هتيجي من الذاكره، حجم القيمه اللي هتيجي من الذاكره، هو الريجستر المكتوب في الامر؟ اوكي. هل في ريجستر هنا؟ لا ما فيش. لا، يبقى لازم اقول بايديا، لازم اكتب انا بنفسي ان تايب كاستنج لو انتوا فاكرين، اقول له حجمها قد ايه. طب هستاذنكم القيمه اللي انا عايز اقارنها هنا حجمها كام؟ حجمها 2 بايت. 1 بايت. 1 بايت. دي بي. تمام. 1 بايت. تمام. اكتب لو انتوا فاكرين بايت. ها بي تي ار احنا قلناها دي. بايت. دي قلناها في لما كنا جنب بعض قبل ما قبل لما الكورونا تتشرف يعني. ها فده كان ايوه بايت بوينتر عشان اقول له ان دي الامر اللي انا بتعامل معاه هنا 1 بايت، هي مش لازقه في بعض. لا تعالى اكتبها لك تحت عشان ما تفتكرش ان هي لازقه في بعض. اكتبها لك تحت. اوكي. اكتبها كده، اكتب بايت بوينتر
compare contents of SI مع 5. أنا سايب المسافة دي مش عشان حاجة عشان البتاع دي داخلة جوه فمش عارف أكتب الأمر لكن دي تحت دي. أوكي أهو فبايت بوينتر كومبير اس اي مع 5 أور لو أنت مش عايز تعمل كده كنت ممكن تسحب الاس اي في إيه؟ ريجستر ريجستر ويبقى برضو 1 بايت يبقى 1 بايت بيرفكت يعني تبقى حاجة مثلا بي اتش أو بي اتش حاجة كده أو بي لو حاجة تبقى 1 بايت بيرفكت كنت ممكن اعمل كده. طيب بس انا اخترت اعمل كده بس عشان اوريكم البايت بوينتر. طيب بعد كده زي ما اتفقنا مع بعض بجمب على عكس الشرط بيلو يبقى عكس الشرط بيلو اور ايكوال بيلو اور ايكوال بيلو اور ايكوال جمب بيلو اور ايكوال نيكست نيكست يعني لا انا مش عايز القيمه دي هات لي اللي وراها. طيب لو بيلو اور ايكوال هتروح لنيكست فليكن نيكست هنا مثلا اهو اللي هو هات القيمة اللي وراها. طب لو مش هجيب القيمة اللي وراها يعني القيمة دي فعلا أكبر من 5 هعمل ايه؟ عايز استور بقى الريزلت عايز هجمعها مع الباقي الأرقام. أنا أكشلي في حتى كنت ناسيها أنا قلت لكم هجمع الـ AX وما صفرتش الـ AX فهرجع هنا تاني معلش هستأذنكم كويس أنا سبت مسافة أهو صفرت الـ AX. To be quite honest أنا آسف هي مش هتبقى AX هتبقى AL أنا آسف إشمعنى؟ عشان هي 1 بايت بي أي برافو عليكم هنا اقول له add على AL content of SI هنا مش محتاج اكتب بايت بوينتر ليه مش محتاج اكتب بايت بوينتر لان احنا خلاص عرفنا ان البايت بوينتر في الـ SI ب 1 بايت زي الـ دي زي ما احنا كنا عاوزين معروف يعني 1 بايت مش هي معروف ان 1 بايت بس مش عشان البايت بوينتر دي عشان الـ value اللي هنا ها AL 1 بايت بعد كده جامب بعد كده مش محتاجه جامب خليكي بس ركزي معايا في الحته دي. طيب okay. انا هنا جمعت على الـ AL contents SI صح؟ تمام حلو هعمل سوري هانكريز ما احنا ممكن نعمل incremental SI incremental بس الـ incremental SI هتخسر في كل الحالات صح؟ يعني اذا كان الرقم ده اكبر فضفته او اصغر فما ضفتوش في كل الحالات هعمل increment فالـ increment هتبقى جنب الـ next فمش محتاج اعمل هنا جامب ليه؟ ان هي لو بالزبط. اصغر من هقوم رايح هنا عشان اعمل انكريمنت لو كانت اكبر هجمعها الاول وبعدين انزل وبعدين هنعمل انكريمنت في النكست ثانك يو صح كده الانكريمنت فموف بقى اللي في الاي اكس احطها في السم بس مش دلوقتي دي في اخر اللوب بتاعي صح؟ خلي بالك ان اللي كتبته لغايه دلوقتي انا كده بلف كام مره واحده عشان اخليها تلف 5 مرات هكتب هنا لوب اسم المكان اللي هرجع لها تاني for example ABC و ABC قصاد الحته اللي هتتكرر اللي هي من اول المقارنه صح؟ ادي كده عملنا اللوب لما اخرج بره اللوب دي هنقول له موف في السم كونتنت بقى ايوه الاي اكس الاي ال انا 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 بايت ال مش اكس اهو الذي يبقى معايا دي ال طيب وفي الاخر خالص هقفل البروجرام بتاعي موف في الاي or C hexa interrupt 21H end ادي البرنامج تايم ده فيها حاجة يا شباب؟ تمام تمام يا دكتور حلو قوي تعالوا بس حضرتك سؤال دكتور انا مش فاهم بس السطر بتاع النكست نقطتين فوق بعض يعني الانكريمنت النكست ديت بترمز لايه بالظبط عشان اوكي بص يا عمر الحته دي اللي انا عايز اروح لها الفكرة مش لازم يكون اسمها نكست ممكن يكون اسمها احمد او اي حاجه هي الفكره ان الحته دي عايز اروح لها من هنا لو كان الرقم بتاعي اصغر من او يساوي 5 يبقى انا مش عايز اجمعه صح يعني مش عايز انفذ دي مش عايز انفذها طيب بعمل ايه بدي رمز يتفاداها يعني يبقى تحتيها فانا هنا سميت الحته دي نكست عشان لو كانت اصغر من او يساوي يتفادى الامر اللي اسمه ادى وينط على طول على الحته دي طب الحته دي تعمل ايه؟ كومنت اس اي زود الخانه اللي وراها زود الاس اي برافو عليك يا احمد روح للخانه اللي وراها فاذا هي دي زي الستوب اللي فاتت بتاع البروجرام اللي فات يس سير شبه الستوب بس طبعا هنا الفانكشناليتي بتاعتها مختلفه الوظيفه بتاعتها مختلفه ستوب هناك كنت بخرج بره اللوب وانتهي على كده لا هنا انا مش بخرج بره اللوب انا بتفادى امر الايه؟ ها؟ الاد ده عشان لو كانت اصغر من او يساوي انا مش عايز اجمع
انا بتفاداه وانزل للنكست دي. النكست دي كلها تعملها انكريمنت اس اي يعني هتحركني على الخانه اللي تحتيها. تعالى ارسمها لك كده لو عندك الاري كده شايف، والقيمه دي مثلا 2 وانا واقف هنا بالاس اي. لما هنيجي هناخد الاس اي هنقارنها بالخمسه هتلاقيها اصغر. لما تيجي تعمل جامب بلو اور ايكوال يعني هل هي اصغر من او يساوي، هتبقى ترو يبقى هي جامب لمين؟ ها للنكست. طب لما جامب تعمل ايه؟ يخلي الاس اي تنزل فين؟ من تحت دون ما يجمعها. يعني 2 دي مش هتتجمع، هو تفادى الاد ده ونزل تحت هنا عشان ما يجمعهاش. طيب ليه ما يجمعهاش؟ عشان هي اصغر من او تساوي الكام؟ اقل من 5 مش اقل كونديشن عندي. طب دكتور معلش انا عندي سؤال. قول يا باشا. لو احنا عندنا دلوقتي دي وورد بدل دي بايت تمام، واحنا هنعمل انكريمنت للاس اي، فهل عند الحته بتاعت النكست هنعمل انكريمنت للاس اي مرتين ولا هل في الحاله دي ينفع استعمل ان انكريمنت الاس اي يعني اعمل الاس اي بلس 2 على طول زي ما انت عايز؟ بس اتفقنا مع بعض ان البلس 2 على طول استخدمها لو ما هي دي بتعمل مشكله اللي هي مشكله لو قيمه الكاري فلان بالظبط. طب لو مش هتحتاجه، لو مش هحتاجه عادي ممكن اعمل بلس 2. الانكريمنت عايز انكريمنت مرتين هتكتبها ازاي؟ تكتب انكريمنت اس اي وتحتيها انكريمنت اس اي ثاني هتشتغل تمام. النكست دي بس هتخليني اجي هنا احصل انكريمنت وانكريمنت وتو انكريمنت. فهمت حضرتك. اوكي مفهوم يا شباب؟ طب لما كان بايت بوينتر هعمل ايه عشان اقول له ان هي وورد؟ هتكتبي وورد بوينتر. Word. لو تفكر احنا عملناها دي في المحاضره زمان صح؟ Byte pointer او word pointer. او لو انتوا عايزين تتخيلوا تكتبوا الكلام ده كله سهله. دي تقول لي move ال AL contents of SI وتيجي هنا بدل SI تكتب مين؟ طبعا بلاش AL خليها AH. تكتب هنا مين؟ AH. طيب ما ينفعش ايه هلا عشان انا بجمع فيها تمام. فلو انت عملت دي انت مش هتحتاج تكتب الحته دي بس لو انت حطيتها في ريجستر. الفكره كلها ان انت لما كتبتش ريجستر الكمبيوتر مش هيعرف حجم القيمه اللي انت عايزها. حجم القيمه اللي انت عايزها بيستنتج من حجم الريجستر المكتوب في الامر فقط، مفيش اي معلومه ثانيه بتقول له حجم الا لو انت امبليسيتلي حطيتها ببايت بوينتر او وورد. مفهوم يا شباب؟ تمام بيرفكت. تعالوا ناخد اكزامبل تاني and solve same problem بس مش هاجنور كاري. to not ignore carry. يعني ايه to not ignore carry؟ يعني انا دلوقتي تعال نبص كده على جنب كده، انا عندي AL بجمع فيه صح؟ بجمع فيه. طيب لو جالي كاري وانا بجمع على الـ AL احطه فين؟ الـ A هاي. اها برافو عليك، احطه على الـ A هاي. يبقى لو انت كاري من المكان الموجود عندي ده ان هو بجمع AL على contents of SI او the contents of SI، بجمع AL على contents of SI بتضيفهم على بعض. لو انت كاري ضيفه على الـ AH. طب الامر ده هيتكتب ازاي اللي هو AL زائد SI؟ سهله، add ال AL contents of SI. حد عنده اعتراض؟ تمام قشطه. طيب لما اعمل الامر اللي موجود عندي ده لو كان في كاري، كاري هيروح فين؟ هيخش فين؟ هيخش في الاي اتش. اوكي بس هو هيخش فين لو طلع من في كاري؟ طلع من الكاري فلاج. الكاري فلاج انا عايز اخده من الكاري فلاج واضيفه على الاي اتش. طيب عايز تضيف حاجه ثانيه على الاي اتش ولا الكاري فلاج بس؟ كاري فلاج بس صح؟ صح. اوكي طب اعمل العمليه دي ازاي؟ خلي بالك ان الامر اللي بيجمع لازم ياخد تو بارامترز، والكاري فلاج مش بارامتر من البارامترز اللي ممكن يتكتب. اكتب له يا اما ممكن اد ويز كاري. اد ويز كاري بس زي ما بقول لك ان اد ويز كاري هياخد تو بارامترز. اي اتش ما هنعمل اد الكاري زائد مثلا حاجه اللي هم 2 زيروز فبحيث ان هم ما يغيرش الكاري فلاج. حبيبي اقول له اد ويز كاري هجمع عليها زيرو، اقول له اد ويز كاري اي اتش وزيرو such that الصفر ده ما يأثرش على النتيجه. يعني كل اللي انا بعمله هنا انا بقول له اي اتش
تساوي AH plus 0 اللي هي ملاش لازمة زائد مين؟ carry flag. carry flag. زيرو دي ملاش لازمة بس لازم تكتب عشان الادرس carry بياخد اثنين parameters. اثنين parameters. Okay. حلوة أو يا شباب انتوا زي الفل وفي الاخر خالص النتيجة بتاعتي تبقى موجودة فين؟ في الـ AX. AX حبيبي. الـ AX مش في الـ AH أو الـ AL. عشان جزء منها هيبقى موجود في الـ AL والجزء الفاضز والجزء الثاني اللي هو الكاري هيبقى موجود في الـ AH. حلوة قوي. حلوة قوي. طيب. محتاجين نكتبها كودي ولا انت خلاص عارف؟ قولولي. ممكن نكتبها. طيب تعال نكتبها. يلا بينا. اوكي. ايدي الداتا سيجمنت دوت داتا نعرف الاكس بتاعتي اهو دي بي 20 مثلا 30 40 و 50 و 60 والسم اهي دي بي كويشن مارك وادي الكود الحته الاولى موف في ال ax add data موف في ال ds ax يا دكتور يا باشا دكتور انا بس عندي مشكله مش عارف يعني سالت الشباب قالوا لي عندنا بس يعني الصوت بيقطع باستمرار فهرجع يعني بعد ما اخلص ان شاء الله يعني هبص على الريكورد اللي حضرتك عامله ما فيش مشكله لو عايز تسالني اي حاجه اوفيس اورز انا قلت لكم قبل كده ابعت لي واتساب مسج اسجل معاك انت ميتنج بس الصوت بيقطع ده احمد ممكن تبقى 99% الانترنت عندك ضعيفه حاول تقرب شوية على الراوتر لو انت شغال واي فاي حاول تقرب باللابتوب بتاعك على المكان حاول اقرب ماشي اوكي اوكي بيرفكت اهو موف في الاي اكس اد داتا موف في الدي اس اي اكس ده الحته الثابته بعدين هشاور على الفيربل بتاعي اهو موف في الاس اي اوفست اكس زي ما احنا اتفقنا وبعدين اهو موف في السي اكس اظن كانوا خمسة اهي بالظبط اوكي بيرفكت وهنصفر الاي اكس المره دي عشان هيبقى كل الاي اكس فيها النتيجه الاي اتش والاي ال بالظبط بيرفكت ونبتدي نكتب الكود بتاعنا هقول له بايت بوينتر كومبير كونتنتس اوف اس اي مع خمسة كمل الكود هنا اهو اوكي هيجي هنا هقول له ايه جامب below or equal next زي ما احنا كنا عملنا المره اللي فاتت بعد كده اقول له add على al contents of si كده اقول له address carry على ال ah 0 معلش الخط هنا ضرب شويه اهو ah وبعدين هنا هيبقى في next ونكست هيبقى فيها increment si وبعد كده loop اي حاجه abc abc هتبقى جنب ال compare وهنا هيبقى في عندي ايه move طبعا انا اسف انا غلطت هنا السم مش هيبقى pointer مش هيبقى بايت السم هيبقى ايه ها السم هتبقى word word برافو عليك عشان خزن فيها ax ولو move في السم ax move ال AH 4C interrupt 21H and done ادي الكود بتاعنا فيها اي حاجه؟ لا تمام يا دكتور بيرفكت هي دي الحته بس الجديده الموجوده عندنا ان انا بتعامل مع الكاري عشان انقله على ال AH عشان ال AH يبقى فيها اي حاجه فاضت من عمليه الجمع على ال AL بيرفكت انا خلصنا ده كمان انا ممكن اكمل ادي برامج تانية ولا ممكن اوقف على كده وادي اساينمنت انتوا عايزين ايه عايزين نكمل اوقف على كده يا دكتور ممكن ناخد اساينمنت ماشي طيب تعالوا نعمل فوت انتوا تعرفوا تريز هاند في الكود ده طيب اللي عايزين نكمل ناخد اكزامبلز تانية يا ريز عليا ناخد اكزامبل تاني ولا ناخد توبيك تاني اكزامبلز تانية لا ماشي examples تمام يا ريت examples ثانيه يا ريت ناخد examples ثانيه ماشي هيا بينا خلاص خلاص ممكن ننزل ايدينا وناخد examples ثانيه بيرفكت هيا بينا يا جماعه احنا اخذنا دلوقتي
two pieces of code بيتعاملوا مع جمع أرقام. تعالى بقى نغلس أو يعني نصعب شوية الدنيا. إيه رأيك نقول له write a أو an assembly program that finds the maximum of an array. يبقى احنا عايزين دلوقتي نكتب برنامج assembly بيجيب الماكسيمم بتاع الاري, بيلاقي الماكسيمم بتاع الاري. مين ممكن يقول لي من ايام البروجرامينج العاديه لو احنا كنا بنخلي الماكسيمم بزيرو يا دكتور, وبنعمل طبعا هو كان بيبقى فيه فور لوب لو احنا هتخلينه في اسمه ايه ده في الاري. فكنا بنعمل فور لوب وبنخلي الماكسيمم بزيرو وبنعمل اف كونديشن بحيث ان الماكسيمم لو الرقم بتاع الماكسيمم اقل من الرقم اللي موجود في الاري فالماكسيمم بياخد الرقم اللي موجود في الاري وبيفضل يعمل انكريمنت والماكسيمم بيقعد يتغير. فاخر رقم هو يعني او الرقم الكبير اكبر رقم في الاري هو ده بتبقى بتاع الماكسيمم لغايه ما يقابل فاليو جديده ويحط يعني بالظبط الفاليو بتاعه الماكسيمم. بيرفكت بالظبط بيرفكت. استاذنكم كله بيرفكت ما عدا حاجه واحده بس, ان احنا مش هنحط في الماكسيمم صفر. طيب ليه مش هنحط في الماكسيمم صفر؟ عشان ممكن يكون كل الارقام الموجوده في الاري سالبه. فور اكزامبل ممكن يكون ناقص 10 ناقص 20 ناقص 30 ناقص 40 ناقص 50. في الحاله دي الماكسيمم المفروض يبقى قيمته كام؟ نيجاتيف 10 بالظبط. بس انا لو كنت حطيت هنا زيرو وانا ببص مش هلاقي اي حاجه اكبر من زيرو, هطلع بماكسيمم بيساوي كام؟ زيرو. زيرو وده مش موجود في الاري اصلا. انا استاذنك بس الموديفيكيشن الوحيده الاختلاف الوحيد اللي احنا نعمله ان احنا بدل ما نحط صفر انا هخزن اول قيمه جوه الاري في الماكسيمم, دي القيمه اللي هبدا بيها. اوكي تمام. وهقارن ببقيه القيم كلها ولو لقيت حاجه اكبر منها هشيل دي واحطها مكانها. That is the only change. بس انتوا بيرفكت صراحه قلتوها بيرفكت. تشينج الوحيد بس مش هنبدا بصفر عشان لو بدات بصفر انا بعمل افتراض ان مفيش حاجه اقل من صفر في الاري او مفيش او كل القيم فوق الصفر في الاري, وده مش افتراض دايما valid. Sometimes ممكن يكون عندي الارقام اقل من الصفر. اوكي بيرفكت. تعالوا نشوف ازاي ممكن نعمل. عندي دوت داتا, ادي الاري بتاعتي. تعالى نعملها اهو, احط لك شويه ارقام نيجاتيف برضو عشان الدنيا تبقى ايه حلوه. 1 2 3 4 5 تعالى نخليهم 5 وده الماكسيمم دي بي. في البدايه لسه انا مش عارف قيمته فكويشن مارك اهو. الدوت كود هنقول له موف في الاي اكس لحتى السبته. اوكي حتى السبته دي بيرفكت. وهنشاور بقى بالاس اي عليها, اقول له موف في الاس اي اوفست اكس صح. هنشاور على ديب اس اي صح على اول الري. بعد كده اللي جوه بقى الاس اي او اللي هو بشاور عليه بالاس اي احطه بقى في ريجستر. حلو قوي ممتاز. بس هستاذنك قبل كده تعالي نكمل تسطيب الكود بتاعنا ان احنا نحط عدد مرات الفها في سي اكس. اوكي وتعالى نحط بقى زي ما سلمى بتقول انا نحط الاول قيمه اللي هو بيشاور عليها اس اي اللي هي ال 20 اللي هي دي اللي فوق دي احطها في ريجستر من الريجسترز. والريجستر ده اللي انا هحطها فيها هيمثل المينيمم او الماكسيمم بتاعي. فاقول له مثلا موف في الاي ال كونتنتس اوف اس اي. كده يا شباب اللي احنا عملناه ان خلينا ال 20 اللي موجوده دي تتخزن فين؟ في الاي ال الماكسيمم اللي هي الماكسيمم. اوكي فانا دلوقتي همشي بالاي ال كانها الماكسيمم بتاعي. وانا عايز لما اكتب اللوب بتاعي اكشلي انا عملت غلطه. انا مش هلف خمس مرات, انا هلف كام مره؟ احنا هنلف اربع مرات. قشطه يا حبيبي برافو عليك. برافو عليكم. هلف اربع مرات عشان هلف على لان احنا حطينا اول كونتنت اصلا في الاي ال. حلو قوي حلو. انتوا كلكم هتاخدوا 10 في الاربع ارقام الباقيين. ممتاز ممتاز يا شباب ممتاز. انا فرحان. اوكي نبقى اذا انا بجد فرحان. هو بس في حد مش بيبقى معانا على طول. ثانية واحدة فين اندرو؟ طيب تبلغوا اندرو ان كده 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 مش هياخد ال 10 يبارتيسيبيت معانا بعد كده. اوكي طيب وايه ده؟ ثانية واحدة في حد تاني مش معانا. نسيت اسمها. في باشمهندسة تانية مش معانا.
بنت اعتقد نادين. لا نادين معانا. دنيا تقريبا. دنيا مش قصدي مش قصدي يا نادين انا اسفه لا فكرته يدور على اسم بنت. لا دنيا مش قصدي حاجه البنت عايزني بس ماينس 5 نادين ماينس 5 بس اتس اوكي يعني انا بليز تيل ذم تو كم اون لاين عشان كده يعني يعني مش هاخد الفول مارك we need them to come online عشان يعني يparticipate معنا فبليز اعرفهم وبلغهم بس اوكي انا اكلمهم يا دكتور شكرا نادين اهو حطينا في الاي ال الكونتنتس بتاع اس اي وزي ما احنا اتفقنا بعض هلف اربع مرات بس خلي بالكم ان الاس اي لسه بيشاور فينا شباب على اول على اول واحد على اول على اول واحد بس انا عايز اقارن دول يبقى اعمل ايه في الاس اي انكريمنت هنعمل له انكريمنت حبايبي انتوا زي الفل انكريمنت اس اي انكريمنت اس اي كده انا نزلت على الاليمنت الثاني ودلوقتي هبتدي اعمل اللفه بتاعتي اقول له كومبير contents of SI مع مين؟ comp of SI minus 1 AL 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 الأحسن أقدر القيمة بتاعتي في AL صح؟ هو أنا ليه عملت incremental SI قبل المبدأ compare عشان هكمبير أول value بالvalue اللي بعدها لو أنت ما هو أنت أصلا ما عملتيش أنت ما نطيتيش للناحية اللي هي البارت الثاني أنت كل ده الـ SI كان واقف في حتة واحدة Perfect. محمد جاوب كده سلمى ولا تحبي نجاوب اجابه ثانيه لا لا تمام ماشي اوكي okay. عشان الاس اي هنا انا مش هقارن التيم بنفسها تمام اوكي فنزلت واحده ماشي اوكي طيب فهو دلوقتي عملت الكومباريزن بتاعتي وزي ما احنا اتفقنا مع بعض انا عايز هنا يكون اكبر من لو كانت اكبر منها احطها في الاي ال وزي ما اتفقنا في الاسامبلي بننط على العكس هنط جامب below or equal equal below equal next مثلا next هنحط next هنا استأذنكم وهنا هيبقى كانت اكبر فاقوم حاططها في الAL فاقول له move الAL contents of SI اشمعنى عشان لو جيت هنا كانت الSI اكبر فاحطها في الAL بالظبط بالظبط كده وكده هعمل له increment لا increment تاني الSI perfect وبعد كده اقول له loop loop again مثلا والاجين بقى من بداية الكومبير برافو عليك اجان هنا فكده هلوب على الحته دي وفي الاخر خالص هقول له موف في الماكسيمم بقى الفاليو اللي كانت في الاي ال قشطه موف في الماكسيمم فاليو في الاي ال بعد كده اقول له موف في الاي ال 4.7 زي الفل الله يسعدك انتربت 21 اتش اند يبقى الكود بتاعي كده انتهى شفتوا شباب عندي سؤال يا دكتور اتفضل احمد هي ال 20 اللي هي يعني اللي كنا مشاورين عليها بالاس اي اول قيمه ايوه احنا المفروض حطيناها في الاي ال صح في الاول خالص هنا اهي تمام ايوه تمام دكتور انا عندي سؤال برضو بعد اذنك اتفضل هو الـ لما اجي بعمل كومبير انا دلوقتي ايه اللي بيخليني اعرف اذا كان الكومبير ده انا عايز اعرف اذا كان جريتر ولا لور يعني ايه اللي بيحدد لي الجامب اللي انت بتعمله انت الكومبير عملية المقارنة زي ما احنا اتفقنا عملية المقارنة اللي بتحصل ما هي الا عملية طرح انت بتطرح انت بتجيب الاس اي وتطرح منه ليه فاهم ان انا بطرح وببص على الكاري تمام مش الفلاج فانت الفلاج اللي انت بتبص عليه هنا اهو بص شايف دي انا اقصد لما باجي اعمل كومبير انا عايز احدد اذا كان الكومبير ده هدف منه ان انا اشوف الرقم الكبير او الصغير بحددها على اساس ايه بقى نو سير الكومبير هو بيتم وعمليه الكومبير بتتم انت مش بتحدد اذا كانت هترجع رقم اصغر من او اكبر انت بتحدد اعمل طرح بس واللي بيقول انا ببص على اصغر من ولا اكبر هو الجامب اللي ورا ها كومبير ورا الكومبير يعني الكومبير في حد ذاتها ما بتعملش مقارنه هي بتطرح اللي بيعمل المقارنه اللي هو بياخد النتيجه بتاعه عمليه الطرح دي هو الجامب اللي ورا الكومبير فهنا الحاجه اللي بتقول لي ايه نوعيه الكومبير هي الجامب اللي ورا الكومبير الكومبير لوحدها مش يعني هي يمكن اسمها كونفيوزنج شويه عشان الكومبير يعني بقارن هو بيطرح بس
هو ما عرفش انت عايز ايه، هو بيطرح بس انت بقى بتختار انت عايز ايه بالجمب اللي ورا الكومبير. هنا الجمب اللي بقوله جمب بلو اور ايكوال، يعني لو كانت شايف دي، تعالى ترجم لك دي، تعالى ترجم لك دي بال 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 بالسي او بالبسودو كود. دي بتقول لو الاس اي اصغر من او تساوي اي ال جو تو نيكست. هستأذنكم السكرتيري بس تتصل ثانيه واحده، ثانيه واحده، انا اسف، اخر اخر مكالمه يا رب، اخر مكالمه، ثانيه واحده. راحتك يا دكتور. الله يخليك. راحتك. الو اي محمد دن، طيب اعتمد اعتمد خلاص، مش انت اتاكدت ان كل حاجه تمام؟ طيب اعتمد اعتمد وروح، وبعد كده لو في حاجه انا هحاول اعملها من عندي. اوكي، عشان انا مش عارف، انا مش عارف هو هو ايه ظروفه دلوقتي، انا في نص محاضره بس. طب بقول لك ايه، تديني 10 دقائق. طيب احمد زكريا، احمد زكريا كلم احمد زكريا، وانا في 10 دقايق كده انا هقفل المحاضره واكلم احمد اشوف ايه. اوكي ماشي يا حبيبي، يلا ميرسي يا حبيبي، ميرسي. ماشي اسف مره ثانيه يا شباب، سوري. ولا يهمك يا دكتور. الله يخليكم. اهو بصوا يا جماعه، اهو ده الترجمه بتاعته. اف لو الكونتنتس اوف اس اي اللي هي الطرف الاول أصغر من أو يساوي، أهو أصغر من أو يساوي AL، روح لنكست. ده الترجمة بتاعته. بس الترجمة دي جاية من الاتنين مع بعض، يعني compare لوحدها. أنت لو كتبت compare كده SI AL ما تعرفش أنت بتبص على إيه، ما فيش حاجة في ده بيقول لك أنت عايز تبص على الأصغر ولا أكبر، ما فيش حاجة، ده بتطرحه بس. الجامب اللي وراها دي بتحدد بقى عايز تكون ايه. برافو، دي اللي بتحدد المعنى بتاع الكومبير. انت عايز تعمل ايه، اصغر اكبر بيساوي. فاذا الكومبير في حد ذاتها كحاجه مش هت ايه. طب بالظبط تعمل معاك مفهومه دكتور؟ ممكن سؤال؟ قول يا باشا. طب دلوقتي يا دكتور سي مثلا، تمام، انا لو عاوز ابص على اخر الاري هل اقدر؟ اخر element في الاري صح؟ Yes. وعاوز ابتدي من تحت لفوق. Yes, ينفع اقول له انا يا دكتور؟ قولي قولي، اتفضلي سلمى. ماشي، هات انكريمنت الاس اي بدل ما هي مره، هات انكريمنت الاس اي ورا بعض اربع مرات لحد ما توصل لاخر فاليو، وبعد كده تبتدي في اللوب بتاعتك تديكريمنت الاس اي كل مره مره، يعني في اللوب بتاعتك. بلس 5 يا سلمى. بيرفكت. اوكي، نبدا في البدايه، خلي موف الاس اي اوفست اكس تبقى موجود هنا، وبعد كده اضيف عليها اربع قيم عشان تنزل اربع خانات، ثم انت مشاور على الخامس، وبعد كده جوه اللوب بتاعك اعمل ديكريمنت عشان تطلع لفوق تاني. حلو جدا، تمام، بيرفكت بيرفكت بيرفكت، انا فرحان. اوكي انا استاذنكم بس، السكرتاريه عندي مشكله عشان الفلوس بتاعه المنتدبين، هقفل المحاضره على كده. بس النهارده ان شاء الله هدخل لكم assignment على مودل. اوكي تمام جاي يا دكتور. بيرفكت، الassignment ده يبقى عليه 5 marks. اوكي تمام، وزي ما اتفقنا مع بعض تمام يا دكتور، البست بتاعتنا وين مايت، يعني المايت هدي 5 وانا هدي 5 واخد احسن واحده منهم. اوكي تمام يا دكتور. تمام يا دكتور، شكرا يا جماعه، ونشوفكم الاسبوع الجاي. وخلي شكرا يا دكتور قوي. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. Thank you.